رمية التماس علي رمال وقصي حبيب عبد القادر علي، الكرة العرضية والهدف جول أول، جول أول 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 لمصلحة فريق الوحدة. عز الدين وكرة طويلة للعبادي، عبادي حميجي لجهة اليمين بهد اللحظات، عرضية وصلت لعدي جفال، عدي على مشارف منطقة الجزاء، عدي عم يتوغل، عدي 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 جول، جول ثاني لعدي، عدي جفال عم يسجل الهدف الثاني. بعيد عن الرقابة، كرة طويلة باتجاه البري أو أحمد الأحمد، والتسديد لكن والهدف، الهدف الأول أحمد الأحمد بتمريرة ولا أروع، يا سلام عليك. إذن الهدف الأول لمصلحة الجيش، الجيش يتقدم مع الدقائق الأولى بتمريرة ولا أروع كما تشاهدون. خطيرة هذه الكرة لتشرين، خطيرة، دخول داخل منطقة، داخل منطقة الجزاء الحطنية، البعض على عرضية بالكعب، ممتازة جدا هذه الكرة، فرصة جول، الله تشريني جميل، الألوان الصفراء. يبحث عن حل، يمرر اتجاه القلفاط، قلفاط رائع بالاستلام، يمرر الحسين جويد مجددا، فرصة قتل المباراة بالنسبة لفريق حطين، انطلاقة لجويد وامامه محمد قلفاط، محاول تغيير اتجاه اللعب بالفعل لجنيد، خطير لجنيد، خطير لجنيد، الله يا سلام مصطفى لي، مازن عمارة، مازن عمارة، مازن 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 عمارة، مازن كرة خطيرة، كرة خطيرة، الله يا لي روعة الهدف، يا لي جمال الهدف، هدف جميل ولا أحلى، مازن عمارة، مازن عمارة عمرها في الشباك العفريني.